بموضوع إنساني جميل انفردت بيه الزميلة ياسمين عبد العزيز في المصر اليوم فجر هذا اليوم أو امبارح بالليل، يعني عن تدهور صحة معالي المستشار تركي آل الشيخ. معانا ومعاكم الزميلة المحترمة الأستاذة ياسمين عبد العزيز، مدير تحرير المصر اليوم والمشرفة على الرياضة، تحكي لنا كواليس هذا الخبر وتدهور صحة معالي المستشار تركي آل الشيخ قبل ما نخش في باقي قضايانا. أستاذة ياسمين أهلا بحضرتك. أهلا أستاذ أبو المعادل. لا علي صوتك، أنت عاملة انفراد مكسر الدنيا وأكيد واكلة لحمة ومش هتتباعي خروف زينا. أنت مفترض تتباعي عجلين ثلاثة أربعة. أيوه، كل سنة وأنتم طيبين. أيوه. وعيش سعيد عليكم طبعا وعلى الأمة الإسلامية. أيوه. اتفضل. طمنينا على معالي لحظة. يا جماعة لايك وشير وتدعي للوالدين والغير. شير لايكات يا جماعة وشير عشان ندعم البس. انا عارف البس قطع ورجع، ما ينفعش البس يقطع واحنا معانا الفنانة الكبيرة ياسمين عبد العزيز فنانة النقد الرياضي. استاذة الله يخليك يا استاذ، الله يخليك. الانفراد اللي حضرتك عملتيه ده يا استاذة ياسمين ممكن تحكي لنا كواليسه؟ والله يا استاذ معطي، المستشار تركي الشيخ اللي وصلنا عن طريق الناس اللي معاه كلهم المحترمين اللي احنا بنتواصل معاهم باستمرار. ايوه. فقالوا لنا ان هو كانت حالته، طبعا هيك عارف هو عمل العمليه في يناير اللي فات. عمل ايه؟ عمل العمليه الجراحيه بتاعته في يناير اللي فات. ايوه. اللي هي كانت ورم في المخ بالضبط. ربنا يشفيه طبعا ويعافيه. فدي كانت في يناير اللي فات، وكان المفروض يبقى فيه متابعه. أيوه. برضو انه سافر تاني امريكا في نيويورك انه يعمل متابعه في شهر 4 اللي فات، فنظرا طبعا لجائحه كورونا اللي جت على العالم كله فما قدرش ان هو يسافر. وطبعا هو كان عنده قلق شديد جدا ان هو يقدر يسافر في الظروف دي. ايوه. فما سافرش. فكان تعب شويه، وحتى وقتها كان بيكتب تويته وبيطلب ان الناس تدعي له وانه يقفوا جنبه وبيطلب الدعاء من الناس كلها، لانه كان تعبان بس ما كانش يقدر انه يروح يسافر يشوف العلاج بتاعه في امريكا. فالمهم كان مر كده برضو بوعكة كده، وبعد كده الحمد لله وتعب امبارح الصبح. تعب امبارح الصبح اول ايام العيد. ايوه تعب. التعب ده اللي هو ان الدم ما بيوصلش للمخ. والله بص يا استاذه المعاصي، عشان وبتجيله حالات اغماء. يعني انا مش عارفه بالظبط هو ايه اللي حصل، بس هو بقاله فتره تعبان شويه. أيوة. وامبارح تعب، فقرر على طول انه لازم يطلع يسافر مع الفريق الطبي بتاعه، وفي فريق طبي كان مستنيه هناك. فوصل على هناك، الطبيعي جدا انه لازم يوصل يخش على العنايه المركزه على طول، لان هناك طالما جاي تعبان لازم يخش على طول على العنايه المركزه. يبتدوا يعملوا الكشف الطبي ويطمنوا عليه. ايوه. بس فهي احنا لغايه دلوقتي في انتظار، وطبعا بنطلب ان الناس كلها لازم تدعي له وربنا يسهل ان شاء الله. هل في عمليه ثلاثه يا ياسمين؟ على حسب ما الفريق الطبي هيقول، ولازم يكون عدى اقل حاجه 48 ساعه عشان يقدروا يحددوا ويشوفوا ايه اللي ممكن يحصل. لكن حتى الان انا ما عنديش معلومه على مؤكده على موضوع العمليه بتاعت يوم الثلاثاء. ايوه. يا رب يشفيه ويحفظه، وانا بحييك على هذا الانفراد لانه انفراد عن شخصيه عربيه مرموقة لها شعبيتها ولها جماهيريتها في الوطن العربي، بل في حتى في دول أوروبية زي أسبانيا. شفاه الله وعافاه، وشكرا لحضرتك يا أستاذة ياسمين. أشكرك يا أستاذ المعاطي، وإحنا كنا نتمنى إن يبقى عندنا انفراد في حاجة أحسن من كده طبعا إن شاء الله. لكن الحمد لله وربنا يشفيه إن شاء الله ويعافيه ويشفي كل المرضى إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا. شكرا شكرا يا أستاذ المعاطي. الله يخليك. ألف شكرا. ألف شكرا. الزميلة ياسمين عبد العزيز مدير تحرير المصري اليوم. ما ينفعش انت تبقى جايب خبر
لازم تسند الامر الاهل، فهي اول واحده كتبت الخبر وعندها مصادرها من شخصيات مقربه من معالم المستشار تركي الشيخ شفاه الله وعافاه. يجب كلنا ان احنا ندعي له بالشفاء يا جماعه. احنا عايزين بس الاول لايكات عشان نثبت البث، لايك وشير وتدعي للوالدين والغير. ده احنا ايوه واكلين لحمه ودبحين اضاحي والناس كلها ما شاء الله وصايمين الوقفه والدنيا زي الفل، خلاص رجعنا بقى نشتغل يا اخوان. انتوا شايفين البث عمال يحصل فيه ايه؟ عايزين لايكات عشان نثبت البث. اللهم صل على سيدنا النبي، اللهم صل على سيدنا النبي. فلازم اللهم صل على سيدنا النبي. لايكات يا شباب بعد اذنكم عشان نثبت البث. بس يعني لو كل واحد معانا يعمل لايك البث هيتثبت ويوصل لاكبر عدد ممكن، مش هيقعد يقطع كل شويه نظرا لان في ناس شغاله هاكرز وكده وبتاع. عموما بس عاوز اتكلم في جزئيه معالي المستشار تركي آل الشيخ. المستشار تركي آل الشيخ شخصيه عربيه مرموقه لها تاثيرها في سواء في مجال الرياضه والنادي المريه اللي بينافس على الصعود للدوري الممتاز في اسبانيا، ووزير في المملكه العربيه السعوديه، ارتبط وجدانيا بشخصيات عديده في الشعب المصري. انا واحد من الناس اللي تشرفت بعلاقه انسانيه محترمه معاه وبدعي له ليل ونهار ان ربنا يشفيه ويعافيه ويمتعه بالصحه والعافيه ويرفع عنه هذا البلاء، لان هو المرض يعني مساله ورم في المخ، وكان قبل كده هو اهمله. وانا لما عملت معاه حوار سالته فيه قال لي سيبها على الله، وقعد يعني يسوف في المساله لحد ما كان الدم لا يصل الى القدمين ولا الى المخ. كان ده بيؤدي الى حالات اغماء نتيجه ان هو كان عنده شغل، فكان مفضل الشغل على موضوع المرض او العلاج في المرض. ماشي. فاللهم صل على سيدنا محمد. يعني الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان هو لحق دلوقتي او لحقوا امبارح ان هم يسافروا بيه. بس الحاله صعبه، يوم الثلاث العمليه الورم اللي في المخ دلوقتي ما عادوش بيفتحوا، بقى فيه حاجات بتخش من الانف زي منظار كده وبيعملوا الجراحه. واحد من اهم ثلاث دكاتره في العالم في هذا الامر بيقوم على علاج معالي المستشار تركي آل الشيخ باذن الله باذن الله. ربنا يشفيه ويحفظه ويعيده الى اهله سالم غانم. خلي بالك من حاجه، لما بقول لك ادعي للغير بقول لك ادعي للغير عشان النفس تتهذب وعشان تحب الخير للغير، فيا بالك في المرض. ادعي ادعي للمستشار تركي آل الشيخ بالصحه والعافيه، وادعي لكل حبايبك واصحابك بالصحه والعافيه، وادعي بالشفاء لكل الناس وان ربنا يمتع الناس كلها بالصحه والعافيه، وان ربنا يرفع عننا البلاء والوباء. ربنا يرفع عننا الوباء والبلاء بحق جاه سيدنا النبي وآل البيت، بحق جاه سيدنا النبي وآل البيت. يرفع عن بلادنا كلنا، بلادنا جميعا البلاء والوباء، ويشفي الجميع من كورونا. والحالات النهارده هي في تراجع برضو، يعني الحمد لله عماله تنزل، في بعض المحافظات عماله تعلن عن انها اصبحت صفر كورونا وكده. فباذن الله باذن الله ربنا يرفع عننا البلاء والوباء، وربنا يشفي المستشار تركي آل الشيخ ويشفي مرضانا اجمعين ويردوا الى احبابه واهله سالم غانم باذن الله باذن الله باذن الله. خاصه وان هو جه على نفسه كتير في الشغل واهمل موضوع العلاج، وباذن الله نطمن عليهم الثلاث ويمتعوا بالصحه والعافيه بحق جاه سيدنا النبي. طيب عاوز انتقل معاكم الى موضوع رمضان صبحي. رمضان صبحي النادي الاهلي مش مبسوط من رمضان صبحي خالص. ليه بقى النادي الاهلي مش مبسوط من رمضان صبحي؟ لان رمضان ساعه تروح وساعه تيجي، كل شويه الكلام عمال يتغير. فعشان كده طلب امير توفيق مدير التعاقدات بشكل مباشر عقد جلسه مع رمضان صبحي ووكيله نادر شوقي. عايزين نعرف قرارك يا كابتن رمضان، هل انت عاوز تستمر في النادي الاهلي ولا عاجبك العروض اللي جايه لك من باشكتاش واولمبياكوس وسبورتنج لشبونه واودونيزي الايطالي؟ كلاميا لا يوجد عرض رسمي، لكن في وكلاء بيقولوا عندنا عروض ونقدر نقدم لايه؟ لنادي هيدرسفيلد. فالموضوع يعني ايه اللي قلق النادي الاهلي؟ هقول لك ايه اللي قلق النادي الاهلي.
اللي قلق النادي الاهلي كابتن اكرامي. اهو انتوا شايفين بنفسكم بقى، ها يعني البث بيقف البث وفي ضغوط وفي كلام بالشكل ده، وانا بقول كل الناس اللي معانا مش هنخسر حاجه لو عملنا اللايك عشان نكمل البث في وسط حمله الهاكرز اللي مركزه مع انكل ابو المعاط اللي طالع بعد غياب معاكم في اللايف. عايزين نتكلم